أشهد أن لا إله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. مستينة تيا، شكي ديري وحدك في الظلمة؟ شكي تعزيني قبيلتينا على بغيتي ربي؟ سبعة ونص مازالك عم تخرج خوك. أوه ما مازال الحالس، تي كما تمليش من الهضرة. قبيلة في الكوزينة وسمعت رصاص. يا ودي دوك الدراري راهم يلعبوا بالديناميت، ماشي رصاص، أنا فيني سمعتهم. كيف نسمع في رصاص وانت تقول ديناميت؟ دي رصاص راه كل يوم يا ما ماهيش حاجه جديده والفناها. انت وبوي ديما نديرو كيما هكا، هو غير شوفني جا خالد ولا مازال ما جاش. وانت هي تبقى بالسوايع راحه جايه عند الثقه، ومع التالي يدخل خالد سالم لاباس عليه. خليني من خالد وقولي لي انا العرس تاعي ما بقى له والو، مازال لي قاطو، مازال لي العرضه، البلوزه تاعي مازال ما كملتهاش، خايفه ما يكفينيش الوقت. تقضي صوالحك والقاطو والعرضه خليهم عليا انا. ما قلتلكش اللهم بارك اسمك رزقك كثرت. الساحة الميدانية تتحدث عن العنف، معتبرين إياها الحل الوحيد في وضع حد لأعمال عنفي داخلي على رأس هذه الخطة تشهده الساحة السياسية. أمل في حياة أفضل بعيدا عن الطائفية والتفرقة التي لا تزال تحصل العشرات كل يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير انت كيف نديرو معاك ضربك؟ ديما ديرنا كيما هاك؟
انا اشتكي. كيف اشتكين؟ تتهيب المعلبه اشتكين؟ ماذا الحلو؟ ما كريت بين لك هكا راهي مليحه. اجيتك شابه بنتي ما لما عجبتك شغي قولي لي ما تجاملينيش. خالد على بالي بلي انت ما تجملش قولي رايك وبلا طنيزه هكا جيتني شابه ولا دوري نشوف شنو اللبسه تاع الكافيه كتبان لي فيها كي البراكه. براكه مالك تجي فيها الهضره بيسله سقسينك على رايك بلا طنيز ديك تعطينا رايك بلا طنيز. لا لا ينكسر ضحك شابه شابه. نقول لك حاجه عريسك هذا لو كان يديك في حول الدار ماهوش خاطر راه دايم وراوس بلا كيف اخو. اش حتبغي تفهم سقسينك على راهو شابه ولا ماشي شابه. واه شاب صافا هكا خرج جا خرج وارجع نو تدي حقك هاني جاي بوي. علاش تكي كي توصل عندو ضعف كون نشوفك ليلة لا تولي لي بيتك برا. هلا راه صايم اليوم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر استشعار الحساسة القادمة الله اكبر غير مبالية باضطرابها سلام السمكة المفترسة سلام يا لا تقبل شباب لا تقبل بين كل الأسماك المكتشفة هناك وهذه هي المرة الأولى التي ترى فيها إنها مغفى هاش على لا طفيت وين كنت هامل هذا الوقت جمال صاحبي تعرفه شكون هذا جمال للعشاء معنا الجمعة اللي فاز ومالو هذا راه ديال العرس تاعو قلت لعاون فيه جدني شوية والعرس دروك ولا لا بوي ياك العرس نهار الخميس واليوم الحد لا هو راه داير غدوة ماشي الخميس الخميس ولا الحد هذا صاحبك عاونه في النهار ماهوش محتوم عليك المعاونة نص الليل نص الليل راهي ثمانية بوي مازال الحال وراك عارف جمال صاحبي من تمشى خليه وحده في وقت كيما هذا حيقول لك سمع فيا بوي انت ما تفهمش ولا كيف هذا انا قلت لك سمع فيه انا قلت لك نعال الشيطان ما تخيبك شمك مسكينه ملي تخرج وهي رايحه وجايه للتقى ساكن بوي سقسيتني وين كنت خبرتك اسمع من اليوم الباب يتبلع على السبعه لو كان تجي من بعد هذا الوقت تبات برا بصح بوي خلاص كملنا الهضره خلاص بوي هذي تال والله ما نزيد لها قلنا كملنا الهضره اسمع لي بوي ما نجمش هذا المرة جمال طلب مني باش نعزف له في العرس تاعو ونعطيته كلمة والعرس راك عارف ما يكملش قبل العشرة كيفاه كيفاه عاود شا قلت تعزف له تبى تهبل وتهبلنا معاك هلا بوي انت ما عندك قلب انت خطرة اللي فاتت سلكت منهم شعرة وما ضعرتش ما تخافش بوي جمال راه دير فيه قرار جنبلع الدنيا هانية ما نخافش الخطرة اللي فاتت درتها في دار مبلع وقلت لي ما تخافش وش تسرى دخلوا عليكم وكسروك العود على رزق بصح الغلطة في انا اللي خليتك شريت هذا الهم تاع العود بصح فهمني بوي ما نفهمش ما عندي ما نفهم انا نفهم باللي الناس راهي تموت كل يوم سبه ولا بلا سبه انا نفهم ما نحس انا وامك نهار اللي تخرج من باب الدار انت ما نعرف الا نزيدو نشوفوك ولا لا بصح هذا الصوالح ما تفهمهمش انت وهضرتنا ولات ما تاثرش فيك بالعربيه كبر ذروك خلاص ما تسمعش راك بي غير اللي بغيتها هي اللي تكون كيفها بوي هضرتك ما تاثرش فيا انت عندك الصحفي اشتركتك انا غلطت كي وعدتو اسمح لي بوي بصح طفرت وعدتو وانت ما يرضيكش بوي ولدك يخرج ذري ما عندوش الكلمه
أنا عندي طلبة عند ربي سبحانه، نشوفكم ملمومين قدام عينيا حتى تدفنوني أنا وأمكم. ما تهدرش هذه الهضرة أبوي، أنت الخير والبركة اللي بغيتها أبويتكم غير ما تنويش راك. شوف أبوي مو غدو إن شاء الله على السبعة راني فطر صايبوي. مغازي سليم 8/20 العام كامل شفت تدير، عمرك ما ركزت، كي تكبر راك رايح تندم عليها. عطفي أمينة 14/20 كنت مقارنة تدي نقطة خير من هذه. أعطيني قانون السقوط الحر. المسافة هي نصف التسارع في زمن مربع. راجعي مليح سؤال ثالث. صالح خالد هذه ورقة فيها علم تفتح الشهية، هذه ورقة تلميذ يحوس ينجح، 19.5 من 20 في الفيزياء أحسن نقطة على مستوى المؤسسة، ومشي بعيد تكون أحسن نقطة على مستوى الولاية. نتمنى هذه هي النتيجة اللي تدي بها الباك تاعك خالد. نجيبه ولا ما قلتلكش؟ انا والله ما بغى يعطيني. اي باش تعرف بلي امينه كي تقول لك كلمه كلمه. صحيت خالد انت اللي قاعد تقرا لي هنا وانا رحت شفت لك الكتاب. الله يعطيك ما تمنى. امين والكتاب تاع الموت كملتي به؟ واه كملت به صحيح. تجيبيه لي غدوه؟ لا غدوه روح للدار على بالك. وانت ترجعي الاربعاء؟ تجيبوك الاربعاء؟ الاربعاء معليش. هيا اوكي الاربعاء العشرة تسمي في مكتب نقرعك. اوكي ان شاء الله. اوكي صح. زيد احفظ لها هاك هاي بزاف هاك وبسم الله زيتونه سايبه بهتمت زيدها شويه ما برك. هاي صلاة على النبي على صوت سارو. شك تحوس امين الجو تاعي والراس عربينا في الكازي تاع الماري حبيبي. امين روح شوف شكون. ما تنساش قول شكون قبل ما تحلها. واي خالد. امين هدي راه مسخين. شحال من مره قلت لك تحل الباب قول شكون ما تفهمش. مال اخويا شنو جاي مش عارف كاع مالو باش يشعل غير بالك تقول لي بيجتك هضرك تهضرك ملاح ما بغاش ديرها في الجيب تاع السروال في تاع السروال كي نخرج نصلي عليك معايا. ولا باش نلعب دروك. هيا امين ما تبداش تسبل فيا قلت لك كي نخرج نصلي عليك معايا. وزبزي دارا كبير دروك ما بقى نتلعب العام الجاي بغيت ندخلو في الليكول على بالك. لا 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 ما ندخلش الليكول انا والله ما ندخل انا
ماكش تحوس ولي تقرا وتكتب ولو عندك هراريس وقلم ولا والو والعادي. انا خاف يقتلوني الارهاب كما قتلوا صاحبي رابح. شكون اللي قال لك هذا الخطر؟ رابح صاحبك ضربته لوطو قلنا ما قتلوش الارهاب. واش من الارهاب هذا؟ واه واه ضربته لوطو واه. راني نكذب عليك انا امينه مالك خوف هاك؟ انا ندي وصلك بيدي ونرجعك بيدي كاع ما يخافش خويا. صح خلينا خلينا وانت تصنع لي الجو تاعي. خاف بكي القراطه صبح تتعشاو. ما نعشوش اليوم هنا اليوم عوض. وراك الحفاني. جمال راه داير عشو الليله. تقرب العشو ديال العروسات؟ ما تخافيش اما هاو باغي دير لي كيما بويي. تبات ولا تجي؟ نجي ما عندي وين نبات. 10 على 10 ونص. شحال تجي 10 ونص تبات بعد ما جابك؟ ما تخافيش اما. فهمي وصلوني باللوطو حتى للدار. ما تنساش اما حكيت على العشا. كي ترتاحتي في الفريجيدار. اي تبقى على خير. شوف خال ما تقول لي والو. مالكي ساكن هاك الدراهم خويا وروح جيب لي باكي قصدير بيض. ما عندي ماشي لك راني خارج والجمعه راه مطريق. هاي يا خالد خويا قول لي صحه غير مره بلا ما تفهم بزاف. هيا روح ما تنسايش دوك يجوا الجماعه قول لهم يستناوني هنا. ساهل ساهل غير روح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم شويه بزاف خالد خويا ماشي شويه رانا روطار جمال طولنا عليه. سمحوا لي والله الدار سوني شنو واحد الصوالح ومشديت شويه. هيا اكتيفي اكتيفي جبنا الوقت. اني جاي. ابن عمي توا يركب معاك ولازم يعمر راسو بلاتي حتى قرابونيك هذاك هذا اللي قرا ما خلصو هذاك حتى كنت في صفعي يا لاكوني حتى قاسم خويا حبك. Thank you.
خلاص خويا التقى سمير خويا حل بغيت ربي حل نقولك حاجه قال علينا الغم محاينك عاودي ها قلت لك حل التقى حل التقى لا بانيك حل انا نحل حبيبي التقى مالك شاكر لابانيك ترتاكي ترتاكي يا ستك الناس راهي تموت كل يوم كريم كي قبيله تاع الثقه ها يخلوني يخلون سي جاوا راحوا الحمد لله سلامات نحيين الدنيا ما فيها خال خو جيب لنا سو تاعك العود ها هو خال خو بيا خال خو سلامة سي ضربني على بعض قيل اصطلتها يا شيخ وين به؟ للدار خويا عاودي يا بركي انا من نشتي كي حلات الليله بيت خسرنا النقره انت مهبول سامير خويا نهبلو كاع معاك حرام كانوا عند ريسان حتى يقتلونا عاودي يا ما تخافش راهم راحوا ما يرجعوش شكون اللي يضمن لك كتاب اللي ما يرجعوش فهمتك هذه خليها عندك الصوالح ما فيهمش زعق سما راحت الليل اخويا انا عندي حياتي خير من ليلتك شوف بركة جمر خويا بس المسي خالد اسمع خويا انا لازم نروح دروك بارك الله فيك خالد يعطيك الصحة خويا وتسعفني في الراي غير سرح الناس وتدخل لدارك وسلك هذه الليلة على خير السلام عليكم صباح Thank you.
ما ترقدش الليله مازال ما يجي خالد. علاه تجل تاعي باي السنه ولا قال نجيبو لك في الليل بصح كاع ما جاش. هيا روح عندي حبيبي. هيا عمري. هيا حبيبي. وين تجي هذا؟ شوف حبيبي لو كان فات الحل وقتها ترجع ترقد وانا قارع الخالد كيجي وقول له يعطيني الجو تاعك ندسه لك وكي تنوض الصباح تبع عند راسك صاي خويا صاي. هيا رجع ترقد حبيبي وراك رايح. الجوي وذلك نتيجة قدوم اضطراب جوي وباردة. درجة الحرارة ستصل إلى حدود 18 درجة في مدينة تيرت وضواحيها. على الدماغ التي من أعراضها النسيان، التوتر السريع، صعوبة اتخاذ القرارات البسيطة ورؤية الكوابيس. فمن المعروف أنه هاد الناس اللي يتناولوا هاد النوع من السموم يشوفوا كوابيس بكثرة وبشكلها الواقعي. يعني يتوقع مستهلك المخدرات أن ما رأاه في كوابيسه هو عبارة عن حقيقة وليس كابوس يعني خيال، ويتعامل معها على هذا الأساس. وهذا ما قد يوصل لكثير من الحالات إلى حالات خطيرة كالجنون. هذا بالنسبة للمخدرات بشكل عام. بالنسبة لمستهلكين مادة الكحول فتأثيرها عابر. أيها الأخوة يا جماعة كم نطلع فيزيت؟ خلوا مرضاني. هاي
خبيت واحد الكلب. Thank you.
كتب كي دروك يا طفرت ما عندك هلا تبكي واش الروبيكم بعد سمحوا فيك تحسبوا رواحكم قام ما تطيحوش بين يدينا اسمع بلا ما نتقلقوا وبلا ما نتنرفوا انا غادي نسقسيك انت جاوبني تفهمين شكون انت واش تجي دير هنا اسمع يا ولدي يفات قبلك قاعد يروحك سأل مال الوقت هضروا مالا غير هضر خي طير الحر كده ما تخبط أنا اسمع فيك كمال خي هاد الفيستا نتاعك مانيش غلطين غادي يسلكك مني تحقرو تقتلو تخطفو تطيحو بين يدينا ترجعو مساكين تهدر ولا ما تهدرش ولا نهدر معاك
انا مراك تحوسي يا بنيتي، هذيك الدار خلات ما بقى فيها حد. صباح الخير حاج. مين يجي الخير يا بنتي؟ ما مش هنا؟ زي الحاج ما على بالكش متى يرجعوا؟ ما يرجعوش يا بنتي، ما يرجعوش، ما يرجعوش. ما فهمتش، رحلوا بدلوا سكنة؟ ما يرجعوش لغاية النادو، قتلوهم كلها، قطعوهم وقاع الناس كانت تسمع بيهم وما يعيدوا ويحلوا. كذاب كذاب اللي يقول لك ما سمعتش، قاع سمعنا، بلحنا الباب وطفينا الضوء وقطعنا العز، كان خرجنا لهم راجل وعدنا قدامش. احنا فينا انسان طويل واه نعم نقول بعضنا واه، بالصعب باش ندافعوا لنفوسنا لا، على خاطر احنا حجيبانا خواهم هين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما هيش الفيستا نتاعك يا خويا، تما احنا نكذبو، انا نتبلو عليك، جبنا الفيستا وجبنا الكارطة ودرناها في جيبها ولبسناها لك، هذي هي الفيستا تاع هاذيك. هذا السيد راه ميت، قتلوه جماعة البارح في الغابة، قتلوه، قتلوه، وانت كنت حاضر كي قتلوه؟ ساعة شكون جماعة اللي قتلوه؟ ما نعرفهمش. انت يستاهل العلاقة نتاعك به؟ ما عندي حتى علاقة. اسمع، حتى دروك راني نهضر معك بالعقلية، مازال مكبر قلبي معك بزاف، بصح نتفاهم، الصبر نتاعي عنده حدود. علاش ماكوش باغي نتأمن؟ السيد راه ميت، قتلوه جماعة البارح في الغار، أنا شتا درت أنا؟ أنا كنت بردان، كلحت له الفيسا وصباط لبست، هذا مك، وإذا كذبتوني حاجة أسهل، تروحوا معايا وتشوفوا بعد. اسمع لي شوف. نعم. الهضره اللي كان يهضر فيها الطفل قام دخلت في راسي. اتفرج فيه الشك. دوك نروحو نشوفو نقلعو الشك. إلا مات بصح كيما قال نسيبوه. وإلا مازال يجي نهار وغير ما تخافش. تيردوات من قرطوفة سنين، تيردوات تيردوات من قرطوفة سنين، حصلوا بعض المعلومات على واحد المشبوه فيه اسمه صالح قد.
بالي بلي كنا قاسين معاك. صاش تنديرو؟ هذه هي خدمتنا، لازمك تفهم واش انت الاول اللي غلطنا فيه، وغاديش تكون تاتيري خاطر هاد الناس اللي راهم يقتلو يحركو يذبو ناس مجهولين، ناس ما عندهم لا دين ولا ملة، يحكمو علينا باش يشكو في كاع الناس صغير وكبير، بالخصوص إلا لقيناه في حالة كيما اللي لقيناك فيها. على بالي بلي ما تقدرش تفهم حاجة كيما هادي. راني فاهم. ضربك شتاك انا ودير. تولي تيارت؟ اش تبقى لي في تيارت؟ توليش لداركم خالد؟ ما نجمش نبقى وحدي في الدار. شوف انا السكنة نتاعي في وهران. ساكن وحدي. ومع الخدمة وكاع مر علاش كل يوم. واش رايك؟ جيت تسكن معايا؟ تونا سنين ونساك. تبدل شويه هو تفرج ربي قبل بليك تيحن روحو ربو فيها فطور وروح دوش وريح شويه دوك تفوت عن طبيب تاعنا ينقي لك الجرح هذا صباح ان شاء الله شهور واش خالتك شمتها في الكوزين شوية؟ ما تخممش ما تخممش راك ضيف عندي انا ندبر راسي شوف غادي وين ما تجي نعمر لك هاد الفريكو ونوصي عليك مول الحانوت سي مصور راه غير هنا في الدور ياك شي محتاج يجي تروح عنده انت ما تعرفنيش من قبل علاش كاع راك دير معايا في هادشي تعشنا تجربة كيف كيف أخلت حكيتك مش بعيدة بزاف على حكيتي هذيك الطفلة الشابة اللي راهي بين يديك وذيك المرة الحنينة كان ما عمرين أنا لي هذا الدار صبرينا مسكينة كانت معمرتها بحسة تقيت كسرت لا تسقط تقعد في بلاصة خمس دقائق كنت جيت دخل الدار
جيجي لعندي مسكينه. بابا 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 مريم شنحكي لك على مريم. واحد من الأحلام اللي كنت نحلم بها وتحقت لي، خلات لي حياتي خاوية. عشت معها 8 سنين مناقش على نهار زعفتني ولا تقلقت منها، بالعكس كنت كنجي من الخدمة مقلق من مشاكل تاع الناس وتاع الخدمة، كندخل للدار نخسر فيها نرتاح. اش نحكيلك، نحكي لك أخلطها تعيش عيشة انت عن ملوك. كان عندي كل شيء، في واحد الليلة شدي خلطها لك على ما ننساهاش. فهمت علي أني نعمل فيك معك، خطرش أني فاهم مني يا خالد. إذا ما أنت عثر عليك عائلة كاملة وتبقى وحدك والناس ما يحسوش بك، على خاطر كل واحد راه اللي يفهمه كما يقولوا الناس بكري، ما يحس بجمرة غير اللي كوتو. وأنا كوتني الجمرة اللي كوتك يا خالد. اسمع لي حكي، ما كانش على بالي بلي. اسمع خالد، ملي مروح غادي تولي خويا صغير، نطلب منك حاجة واحدة برك، ديرني خوك كبير وتكل عليا. نجم
اسمح لي شوف بعينك لا توشيش. ما توشوش شوف بعينك خويا عندك عيني شوف بها. اسمحي لي قليلا. صح خويا. خويا ما تزعفش مني راك تبكي. عيني راهم ضاريني هذا ما اسمح لي خويا. اذا خدمتي اثرت فيك حتى بكيت هذه حاجه كبيره لي يليق تخبرني. اسمحي لي خليني. ما زلنا هنا حتى نهار الخميسه ارجع زورنا اذا بغيت. واش دون شاف؟ نعم. كاع كتب اللي لقيناهم في الدار هذوما حتى الشغل علاشتهم طايحين في الارض ومكسرين راهم تحت الطويله. تبغي نجيبهم لك؟ لا خليهم في الوطو كي نحتاجهم راني نقول لك. جبت معاك لي بيتا؟ نعم جبتهم معايا. راهم هنا كتب شوف. راني سقسيت عليه في المؤسسه اللي يقرا فيها وعلى بالك المعدل تاعو شحال؟ الفصل الاول عنده 17 ل 20، الفصل الثاني عنده 16 ل 20، والفصل الثالث 19 على 20. خالد لازم يفوت الباك تاعو هاد العام. خلاص كملت فراس كاع الشيء كاين في راسك. كملنا مع هاد الهم ولا مازال؟ خلاص خالد لازم يكون عندك ايمان. لي صرا صرا وشي اللي راك دير فيه ما غادي يبدل والو. ماني تبتعكي بخويا ماني تبتعك مانيش طايق الأمن بلي نسيت العود نشوف حلها ما ديتني شباب يا ربي أنا الشيطان بغيت تكفر انسى خالد انسى ماني تبتعكي ماني تبتعكي لازم تنسى. لازم تفهم بلي والديك وخوتك ماتوا. لازم تفهم بلي انت ما زلت حي خالد راك تسمع ما زلت حي. لو كان هذيك اللي زاك حتى معاه في الدار لو كان دروك راني بهذي
خرج دخلت ربي كاتب لك بات لك منها موش كاتب لك بات موت معه بغيت تبدل مشيئتي له اسمع خالد لا تنسى اللي فات تخمم في اللي جاي تخمم في المستقبل نتاعك خالد واش من المستقبل هذا واه المستقبل نتاعك لا بالي بلي راه عندك البوكسنا ورني عارف بلي باقي له ايامات تنجم تقولي اش تراك ناوي دير فيه ما عندي ما ندير خلاص كل شيء راح ماشي راح راك عارف خالد هذوك الناس اللي قتلوا عائلتك وعائلتي ما همش طالبين حاجة أكثر من الشي اللي راك تدير فيه وصلونا نقضوا لي اسم الدنيا ونضيعوا شوفوا كل شي كحل نكرهوا حياتنا ناوي نموت نحطو رسالنا في الأرض نحطو رسالنا كيما حطيت نتا راسك لو بغيت تنتقم منهم تخلف ثار بوك امك خوتك دخل البقال جيبها ودخل الجامعة وتخرج انجح في حياتك كونك حاجة كبيرة خالد دير حاجة في بالك اللي كي تنجح انت انتاجك تنجح البلاد معك ضربة اللي ما تطيحكش خالد زيد القوة خمم مليح في هاد الهضرة خمم مليح دير حاجة في بالك اللي كي تنجح انت انتاجك تنجح البلاد معاك ضربة اللي ما تضيعكش خالد تزيد القوة تزيد القوة Thank you.
باش نقول لك صحيتي صحيتي باش نطلب منك تسمع لذاك النهار سمحي لي كنت مقلق شويه باش نقول لك صح كنت ما في كيف ما كنتيش غلط الخدمه تاعك توشاتني بزاف حاجه مروه الله يعطيك الصحه اهلا احلام تعرف اسمي بصح انا مازال ما نعرفش اسمك عندك الحق صالح خالد من تيارت تيارت على بالك عندي صاحبتي عزيزه عليا في تيارت كانت تقرا معايا في ليبوزا قعدت معايا 6 شهور هكذاك ما راحت كانت تبغي هي الاداب درك راهي مراسله صحفيه في الخبر الله يبارك علاه ما زرتي اختيار مالوغوزمون لا انا فان هذه المره الاولى نزور فيها وهران الخوف اللي رانا عايشين فيه احلام حرم علينا كل شيء بلادنا وناش قادرين نحوسوها اسمح لي عدينا الوقت في الهضرة و... لا معليش أحلام معليش أحلام معك اشتا هي هذي؟ حليها صح هذي لا تفلك تاعي شو جابها عندك؟ لا ما تقلقيش أنا خدمتها قلتها عليك وخدمتها خدمتها أنت؟ يعطيك الصحة الله يسلمك تبغي نعاونك تكسبوزي معايا لا معليش خليها عندك صح تخالد هيا هيا نعرفك على الجماعه لا معليش انتم راكم تخدموا وراني خايفه نديروجيك ديروجيني ما والو هيا نقدم لكم خالد فنان متيارت راه ضيف علينا اليوم السلام عليكم تفضل معنا على بالك خالد هذه الحفلة هذه هي اللي تقرر يا نكمل في الفن هذا يا نحبس تحبسي علاه تحبسي على خاطر في هذه الحفلة غادي يخيروا عازفين وأصوات يمثلوا الجزائر في فرنسا هذه حاجة بالنسبة لينا ما تعوش وإذا ضاعت ما تبيعونه إن شاء الله انت على راكي مقلقة عندك صوت شباب مخيرة أغنية شابة ما عندك على تخافي راك تشوف مازال ما حفظوش وهذاك العود ما كاينش اللي يعزف عليه هذاك العود عندنا معاه مشكلة مشكلة واش من مشكلة مشكلة مازال ما جاش هذا؟ لا مازال ما جاش او كيف هدروك؟ كي راهي تبالو؟ وقيلا ما خيرتش الوقت المليح اللي نجي فيه علاه؟ ما كاين والو ما تديرش علينا احنا دايما كيما هاك لا معليش احلى انا سمحي لي نروح ما تنساش تجي في الحفلة ها؟ سمحي لها ان شاء الله لا معليش شوف قدامك يا بنادم حل عينيك شويه حل مرقتش مليح اسمع لي هو يا اخي يا اخي
فواد شحال راهي الساعة دروك؟ هاي 6:30. 6:30 تمسخر بينا تا ولا كيفاه؟ ساعة ونص كاع روطار. كان عندي سؤال، هو خلي سؤال نجي نلعب انا. اما راه نلعبوا حنايا. وفي ميزك شحال رانا نديرو؟ انا نلعب. اما حبس عليا تلعب وهضر معايا. واري ضربني خير. اسمعني مليح فواد، إذا انت تشوف فيها لعب حنا نشوف فيها خدمة. ما لا تحاول تكمل معنا حتى من الوقت كيما حنا، ولا مكاش فهم روحك. صايي انا لو الشيطان يا جماعه، خلونا نبداو. المشكل ماهوش في الوقت، المشكل راهو في العزف. وانا الغنيه نتاعكم هذه حفظتها وكملت معاها، ومش محتاج كاع لها لي ريبيتيسيون. هذا مرضوني تادي، ما دايرنا كيما هاك خويا فؤاد. دي في دقيقه تالي تبقى تمرض فينا. تجيب روحك ليا كي تعرف تربط الطار تاعك تما نهضر معك. احترم روحك شي ابن عمي، تعرف تلعب العود بيت اقول كاع عباد الله. تحسب لي ما عرفش يلعب العود احمر؟ نقول لك حاجه هواري، دبر على واحد يلعب معاك عود. علاه هاد الهضره هذه فؤاد؟ والناس اللي عرضناهم والحفله؟ هانتوما ها حفلتكم، وانتي دبري على واحد تغني معاه. هو ضرب كيفاه؟ صعب الفرش اللي عندك ما تصحك. Thank you.
يقولك اخويا الله يعطيك الصحة. خالد. لا خالد. اليوم وروح همزة توصل. الأول تاع الفرقة. ما قلت لي ولد. الله بلي تف. على خالد. ودوان راح يتيرس. عندي الباك. الباك. لأننا سنتكفل بهم ونساعدهم قدر المستطاع على الاستمرار في هذا المسار الثقافي. ولكم نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرات خاصة في هذه الظروف الحرجة. علاش تساعدوهم على الرقص والموسيقى؟ الخدمة داير الضو والرسان الطاير ومالنا يتسرق قدام عينينا وانت جاي تهضر لي على الموسيقى؟ احنا رخصنا لمان يا خويا، رخصنا لمان. يا سي محمد هذا ماهوش المكان اللي نتحدثوا فيه على مثل هذه الأمور. اليوم عيد. عيد غير عليكم انتم برك، وما احنا علينا الخدمه والمصايب. ما عندك ما مدخلك. البارح منين طاحوا عليا انايا وزمنوني في خمس كباش وحرقوا لي 10 قطارات، انت وين قلت؟ خليني نهضر. خليه يهضر. الله ينعش الشيطان. خليه يهضر اسي. خليه يهضر. ما نهضرش اليوم باش يهضر. راح نهضر للمسلمين وخليه يهضر. وين باغي يهضر؟ اسي محمد. الناس اللي راك تشكي منهم سي محمد هذا ما راهم يحوسوا يشوفونا دائما كيما هاك مدابزين ومختلفين عمرنا ويلا نتفاهم. شكون هذا ثاني؟ جزائري كيما انت سي محمد، عايش في الظروف اللي راك عايش فيها انت ولا بال اكثر. بصح بغيت نفهم منك حاجه سي محمد واسمح لي، واش دخل الموسيقى في اللي راك جاي انت على تول؟ علاش نخلطوا الامور؟ ولو كان حبسوا الموسيقى يتحل المشكل؟ على الاقل تخلي شويه الاحترام للعائلات تاع الناس اللي راهي تموت كل يوم ماشي ترقص وتغني. مانيش عارف علاش دائما نشوفوا الموسيقى باللي هي الفرحه والزهو والشطيح. علاش ما تقولش هاد الفنانين راهم يعبروا على الشيء اللي راهم يحسوا به كيما راك تعبر عليه انت بزقاسي محمد؟ انت باين عليك يا ولدي ما راكش عارف روحك شارك تهدر. اللي رجلو في الماء ماشي كيما اللي رجلو في النار. كاع راهم رجينا في النار سي محمد. راك مشرك في امك، ما قرحوكش كيما قرحوني انا. يوم ضقت الارهاب ابوي ما ضقت الارهاب. أنا زدت فيه سي محمد، أنت على الأقل عش الشباب تاعك كيما بغيت، بصح أنا وقراني رانا عايشينه كيما بغات الظروف، وإذا كنت أنت سي محمد ضيعت كباشك وأرضك، أنا ضيعت عائلة كاملة، ماتوا في ليلة واحدة، وبقيت وحدي. لا أم، لا أب، لا أخت، لا أخ، هاكا بلا اسم. بصح ما خلطت الأمور، وإذا كان الأب تاعي مات أنت أبي، وإذا خاوتي ماتوا توما كامل خاوتي، تواسوني وداوني وتلزوني ليكم، هاكا لازم لكم. مازال ما كرهناش مزقا والعياط. هاد الناس اللي خونوا مالك وقتلوا عائلتي وطمسوا المستقبل نتاعنا ودمروا البلاد يحوسوا يزرعوا ما بيناتنا الفتنة باش حتى واحد فينا ما يبقى يثيق في الاخر ونبقاو مشتين كل واحد داير جمهورية في راسه. لعونهم باش يلحقوا واش بغاو.
أيه. بس حبس حكي غير خير سكين كش ما نسيت دقيقة نشوف أحلى موج أحلى شو رك يدير راك هاي جيت بهن باقي طالع هذا مثلا كيف تقول سنتين الأحلى بتزور وهر مرة أخرى ولا غير تروح تسان أنا ما جيت مقبل وهر ضغط شو ما نعرف فيها حتى واحد مش أحضر وقت غير تلاقوه خالد صح ما تلاقينا غير ثلاث مرات صح غادي توحش أنا تاني غادي توحشكم أحنا بالذات أنت وصلي سلامة أو كيف أخر؟ جي ساوني؟ سكول حتى لهنا بزاف عليك حاكم درت معايا الواجب اكثر اليوم لازم لي نتكلى على روحي انت انسان مؤمن خالد وعقل ما خافش عليك انا عاوزك توعدني اذا سمحت وجد خبرني تهلا في روحك حكيم صحيت حكيم صحيت على كل شيء درته معي شيء درته معي والله ما ننساك ربي يجازيك إن شاء الله خلاص خالد ربي يجازيني يجازيني بك Thank you.
على جالكم ننجح ان شاء الله. أنا ما زلت كتبي على ضحايا الإرهاب فتيحة. صح، شوفي لو كان ديري فيا واحد المزية عمري ما ننساها لك. مانيش مأمن باللي كملنا. لا أمن أمن. قولكم حاجة، هذه لازم لها حفلة خاطر. ولا ساقر خاطر. أنا كنت شافني خلوها حتى كيخرجوا لي رجال. ولا كيف أحمد؟ نيشان. إلا خرجوا لي رجال ما كان لا حفلة لا والو. أنا عارف. كيفاش عرفتي الدار؟ على بالي بلي اليوم نهار تالي تاع الباك تاعك. اما انا جبت لك هذا الكادو خالد، ان شاء الله يعجبك. ايه هذا الروش تاعي. الله يعطيك الصحة أحلى، وتحتي جديد. بصح ما قلتي ليش؟ مين دخلت؟ شوف خالد، جبت لك واحد الخبر ما يجيش في بالك،
وعلى بالي باللي ما تصدقوش. خبر ما يجيش في بالي. يا الخير اش سوات؟ اقرا. هلا احلى تحسي تفكريني كي نسيت. تحسبي اللي كتب هذا يعرف الشيء اللي صرا خير مني؟ اللي كتب هذا الشيء يعرف اللي صرا خير منك. اقرا اقرا سطوره ثلاثه طوالة. أمل أما ريحة يا أحلى ريحة يا أمل ريحة يا أحلى ورا أمل أمل خالت ما احنا اللي فات عليك ردات كراسي انت من اليوم وروح مزيود جديد. اليوم اللي فات لازمك تنساه. اليوم اللي جاي تخليه يشوفه.